سي معز علي مرة أخرى أداء كبير للأمانة، كنت معلق على المباراة بالمباشر وفرص بالجملة ضايعة، وفي الأخير غياب الواقعية، غياب التهديف، وتخسروا بالثلاثة يعني 3 نقاط أخرين على أرضية ميدك. المباراة معناتها في المجمل معناتها كانت نجم نقول معناتها ماشية في نطاق التعود من أول الماتش، معناتها حبينا ناخذ الفارق ما تعرفناش الحظ، جاتنا فرصة معناتها كنا نجموا نكونوا متقدمين في النتيجة على أثر معناتها كرة فاتت ماركيت مكرم هذه، هما زوج كور فاتت على محالة. أما في المجمل معناتها كما صادفنا الحظ الماتش اللي فات معناتها ونجحنا وكانت عندنا رويتيت وماركينا 3 أهداف، المباراة هذه ما تعرفناش الحظ، مع تألق حارس مرمى مكرمة فيها معناتها اللي منع معناتها الكرات معناتها كانت محققة في الأهداف. التشتيم من قص كما قلت نقطة الواقعية عند الملاعبية بتاعي، قدم الكاج أكثر من فرصة ما جبنا منهمش إلا غرب ذاك المربي، وأون بليس معناتها مباراة أجوار معناتها لازم تكون مشدودة شوية الأعصاب، عادي معناتها يصير فريق ينافس على الصعود، فريق ينافس على ضمان البقاء، ذاك اللي صار وذاك اللي كتب ربي الحمد لله. ما لقيتوش مشكلة للتسليم الفرصي لحد الآن؟ يعني لقيتوها ربما المباراة الفارطة هذه المرة ربما أكثر حجم فرص كانت واضحة جدا غريبة يعني. أما غالب شوف الملاعب ما تنجم تقول معناتها نهار يجي في فورمة نهار يجي مش في فورمة، اليوم معناتها المهاجمين اللي جاتهم الفرص بصفة عامة ما جسمهمش يقول كان على غالب معناتها تعريف ماتش الفوتبول اليوم ما تمركيش غدوة تنجم تمركي 4-5 معناتها السكور عادي وتنجم تربح 1 بلاش على غالب كما قلت لك معناتها الفرص اللي جسمناها من المباراة اللي فاتت واليوم ما تعرفناش الحظ وهذاك اللي عطاه ربي هذاك اللي كتبه ربي. مازالوا 4 جولات تقريبا عندكم 3 3 دي بلاسمون يظهر لي ومباراة على أرض كما تشوف الأمور صعبة هي صعبة لا محالة، لكن عندي ثقة في المجموعة شوف معناتها في ماشيين في نطاق التصاعد والولاد معناتها يمنوا بشوية برواحهم وكهو مباراة اليوم أكريس معناتها الكفة كانت مرشحة لخطورة السيف أنت علقت بيدك على المباراة معناتها حجم الفرص اللي معناتها توفرت لنا والمباراة ككل معناتها لا غالب ثم حاجات ديما نقول ما نحبش ندخل فيهم لا غالب هذيك هي الكورة بالتوفيق إن شاء الله معز علي في بقية المباريات إن شاء الله ليك والاتحاد.